هناك أعداد هناك أعداد قليلة جدا هناك قليلة طبعا جداً جداً كاش كاع قليلة ما كاين والو قول كلمة فقط قول بس واش انتخابات ما كاش انتخابات نعم هذه مهزلة هذه ما كاش كاع انتخابات شي ماسكاراد يا با رغا كول لا رغا هادو ها اذا كان بالامكان سؤال مساعد لماذا يرفضون قيام هذه الانتخابات يا با دي انتخابات يا با دي فوتشين لماذا اسمعني لماذا ترفضون هذه الانتخابات كيفاش نرفضوا الانتخابات ما نرفضوش الانتخابات حنا اوني بور لو فوت اوني بور الانتخابات مي مع لا مافيا هادو سيد لا مافيا هادو حاسبيننا حنا كيباش تعرف كيباش حنا ماشي كباش حنا ثوريين نعرفوا التاريخ نعرفوا كلش هذه مهزله هادو عملاء فرنسا كم العدد التي تاتي للتصويت ما جاتش ما كانش هادو عائلة تاع القنصلية احنا كنا في بوفيه هادو عائلة تاع القنصلية يجيو باش يغلطوكم انتوما زعما كاين انتخابات ما كاش ابار ولا هاد لي جوندارم ينتخبوا طيب ولا هاد لي جوندارم لي جوندارم كي فوت البوبل يفوت با اذا تسابيح واضح جدا اذا تسابيح واضح نعم نعم اذا تسابيح الوضع هنا في الوضع هنا طبعا كما ترين بأن الشرطة الفرنسية تتدخل الآن وتحاول أن تفك هذا الشباك الحاصل بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين الرافضين لهذه الانتخابات وهم ضد هذه الانتخابات وكما تعرفون فأن أعداد المتظاهرين أكثر من أعداد التي تتواجد في هذه ساحات التظاهرات في بوبيني نعم ما هي الهدفات التي تمدد في سان ناسيونال الهتافات طبعا الهتافات طبعا هي لائما هي دائما طبعا خلينا نحكي معايا مباشر نعم سعد لا مانع من إتاحة فرصة أخيرة له إن كان يرغب في الحديث عن أي نقطة تتعلق احنا مع الانتخابات ماشي مع هذه العصابة مع الأحرار يخرجوا قبل العباد اللي هم في السجن ليزوتاج دوبينيون ومن بعد نديروا مرحلة انتقالية ترانزيسيون وي الشعب هذا اللي ديسيدي ليك شوف ليك ديك الكاميرا اللي هنا دير الكاميرا هنا دير الكاميرا هنا دير يا حبيبي ايه نحكي معاه دير الكاميرا ليك احكي يا اخي كلم يا اخي انت جورناليست انت اذاعي جورناليست انت الله يبارك عندك اون كونسيونس هكذا عندك اون كونسيونس اسكو هادو انتخابات الشعب صافي عام يفو با تسو فوت مع هاد العصابات هادو اعداء ربي اعداء البشر اعداء الطبيعه اعداء كلش هادو مشكل تاع العرب تاع المسلمين تاع اللي ما يمنوش بربي تاع كلش حنا حبينا انتخابات مع الزعامه مع الناس اللي تحب الجزائر مع الناس اللي تحب نعم. العداله سعد يا اخي نكتفي بهذه المشاهد الواضحه جدا لما يحدث الان نعم. في المدن الفرنسيه واضح جدا سنعود اليك نعم. في سياق نعم. نشرات لاحقه حتى اللحظه شكرا لك على كل هذه المشاهد التي نقلتها لنا الزميل سعد المسعودي شكرا